المتواضع أتمنى أن ينال هذا البحث عن مين ترى المكتبة المدرسية بالمراجع والمصائب؟ هل تلعب المكتبة المدرسية دورة رئيسية؟ هذا الموضوع كتبتها في كروت ورقية ورقية وكتاب تسمته وبعض الحل الألغاز وسرط حل الألغاز وبعض الألعاب الترفيهية. عادت أختي لابنة سعاد حمزة في الرياضيات وقصد تكليف بعض التلاميذ بعمل مجلات وصم الإدارة. عندنا اللي هي مجلة دي تختم بختم المكتبة وختم الإدارة. واحد تسليط الضوء في البحث والدراسة حول هذا المؤتمر يعالج هذه السنة المناهج التربوية ودورها في تحقيق النجاح للعملية التربوية. طبعا كان عنوانه معا لإضاءة الطريق أمام الأجيال. اتفقنا على مجموعة من المحاور مختصة بالعملية التعليمية في جميع مواد ومقررات المنهج الدراسي من مادة الرياضيات، العلوم، اللغة العربية، القرآن الكريم، المكتبة، النشاط المدرسي كان له كذلك مجال. ووضعنا جدولا زمنيا لقبول الفكرة وهي معبر عنه بالملخص، ثم فترة زمنية أخرى لقبول الأبحاث كاملة. قيمت هذه الأبحاث بإشراف اللجنة العلمية بالتعاون مع بعض الأساتذة في جامعاتنا الليبية، ثم تم الرد على البحاث، منهم من قبل ومنهم من تعذر قبوله ومنهم من قبل بتعديلات. كانت المشاركة طبعا من أغلب مناطق الدولة الليبية. حصص نشاط المكتبة المدرسية وتفعيلها هو مؤشر على نجاح. طبعا معرفة أساليب تفعيل حصص المكتبة المدرسية خامسة البحثية بتاعي من اطلاع لها مكتوب اختصاصي دخل يعني عندي تويج كل هذه النشاطات تقيم المكتبة نهاية عام. الجغرافيا ضفنا عليها لأننا حاجتين اثنين تركز عليهم باش خدينا التفتيش التربوي. أول حاجة الأمن والأمان. ورقتي إن شاء الله سوف تكون حول أهمية الدراسات المصطلحية في المناهج التعليمية. هذه أعتقد والله أعلم أنها فكرة جديدة على الأقل هنا في ليبيا. يعني تتكلم هذه الورقة على ضرورة بما أراه شخصيا ضرورة وضع هذا المنهج أو زيادة مادة منهجية في المنهج الليبي حول المصطلحات. الآن لمواكبة التطور العلمي والتطور التكنولوجي والتطور الصناعي هكذا فلابد من معرفة هذه المصطلحات. ومقدم الورقة وفيها إشكاليات الورقة أو إشكاليات البحث كلها، وفي مقدم أيضا منهجية إقرار هذه المادة وفوائد أو النتائج المتوخاة من تدريس هذه المادة. فمادة المصطلح الآن يعني الجميع يعلم أن الآن الحرب المصطلحية الآن الحرب المصطلحية أشد فتكا من الحرب العسكرية، وقص على ذلك والمصطلحات كثيرة، يعني من بينها مصطلح الإرهاب الآن مازال إلى يومنا هذا فضفاض، مصطلح عمره في حدود 20 سنة ومازال إلى اليوم لم يصل إلى 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 تعريف جامع مانع هكذا. فهذه الحرب المصطلحية هكذا. يعني الهدف المتوخى من ورقتي هذه هو إنتاج جيل يعني قادر على تعريف كل ما يدور وقادر على تحليل كل الكلمات التي تدور حوله. الهدايا اللي هي مسابقة القراءة الحرة، مسابقة كونش أمن نفسه أثناء العمل بتاعه. فمن ضمن هذه عندنا هي كراسة حصة المكتبة. هذه كراسة المكتبة صندوق يعرف بصندوق الهدايا، فيه مجموعة من الألعاب والكرتاس. دراسية لو تخيلنا العدد الموظفين الموجودين في المكتبة.